وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وما كان لأحد من الأنبياء أن يأمركم باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا من دون الله، وهذا ما نطلق عليه في اللغة العربية تعميم بعد تخصيص، ويكون المعنى المقصود كما أنه لا يأمركم بعبادة نفسه، لا يأمركم بعبادة أحد من خلقه كائنا من كان. ولكن لماذا خص الملائكة والنبيين بالذكر في الآية الكريمة؟ خصهم بالذكر لأن عبادتهم قد شاعت عند كثير من الناس، فعبد الملائكة طوائف من المشركين العرب وقالوا أن الملائكة بنات الله، واتخذ النصارى الروح القدس إلها، والروح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وهناك من عبد النبيين كالنصارى الذين اتخذوا عيسى إلها يعبد وقالوا أنه ابن الله، وكثير من اليهود عبدوا عزير وقالوا أنه ابن الله. أيعقل أيها الناس أن يأمركم بالكفر بالله بعد انقيادكم لأمره؟ لا يمكن أبدا، ولا يتصور بحال أن يصدر ذلك ممن أنعم الله عليه بالنبوة والحكم والملك. ولأنه من الشائع عند العرب وغيرهم استخدام كلمة رب للسيد والمالك، واستخدام كلمة عبد وأمة للمملوك، فقد سد الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك الباب وقال لنا: لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، اسقي ربك، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. جزاكم الله خيرا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.